احمد المحمدي. محمدي مساء الخير. الو كابتن اشرف، ازي مساء حضرتك؟ الخير، عامل ايه؟ تمام مساء الخير يا كابتن، حبيبي. ازي انا حضرتك؟ ببارك لك الاول طبعا او بطمني عليك الاول، لانه امبارح في مباراه ساندرلاند يعني في بعض المواقع بتقول ان كان في اصابه، تعادلتوا فيها 1-1، ولكن كان في اصابه ليك في مباراه امبارح. لا، هو بس كان في في اول الماتش كده كان في كاتمه خفيفه كده في الفاول اللي جه منه جول، بس الحمد لله كملت عليها. يعني انت عارف الجو بيبقى برد شويه، فالحاجات دي بتبقى بتاثر، لكن الحمد لله كملت عليها ولعبت الماتش كله. يعني الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. احمد، يمكن معايا طبعا الاستاذ خالد طلعت في الاستوديو، والحقيقه يعني عامل لنا يعني الحقيقه يعني احصائيات كده، وانك واحد يعني اهم لاعب واكتر لاعب شارك في مباريات متتاليه، في نسبه مباريات متتاليه 66 مباراه في الدوري الانجليزي في الفتره اللي فاتت وعلى مستوى العالم، وده الحقيقه حاجه مشرفه جدا محمدي، وادائك مميز جدا الفتره اللي فاتت مع هال سيتي في الدوري الانجليزي، واعتقد انا متابع الحقيقه بشكل دوري ان كل المواقع بتتكلم عليك بشكل رائع جدا الفتره اللي فاتت. ربنا يخليك كابتن، انا عايز اشكر الراجل اللي معاك ده، راجل مجتهد جدا جدا، يعني ده موسوعه يا نجم، موسوعه، ملك الاحصائيات. ربنا يخليك، ملك الاحصائيات، ويعني انا شايف ان هو من الناس القليله جدا يعني المجتهدين في الاعلام المصري، ان متابع بشكل كبير جدا المحترفين، دي حاجه كويسه جدا طبعا. يمكن هو عنده خبره كبيره من قبل كده، يمكن هو على طول كان متابع المحترفين من ايام كابتن احمد حسن وكابتن عبد الجزار السقا، فدي حاجه كبيره جدا، ودي حاجه كويسه ان يبقى في حد متابع المحترفين، لان دي حاجه مهمه جدا للكوره في مصر والاعلام دايما في مصر، ان الناس والجمهور لازم يعرف اللعيبه المحترفين ماشيه ازاي، بتعمل ايه، بيلعبوا ولا ما بيلعبوش، بيجيبوا جوال ولا ما بيجيبوش، اكيد مهم طبعا. فدي حاجه كويسه طبعا. جدا. يعني يمكن الاستاذ خالد طلعت متابع بشكل كبير جدا، وانا بشكره من خلال حضرتك، بشكره جدا يعني على الاحصائيات دي دايما. يمكن انا كلاعب، ده حقك يا احمد، انا مش بجيب حاجه، ده حقك فعلا، انت فعلا من الناس المظلومه جدا في الاعلام المصري، وانا ما بعملش حاجه اكتر من انا فعلا بجيب ارقام حقيقيه، مش بجيبها يعني من دماغي. ربنا يخليك كابتن. هو بس يمكن يعني انا كلاعب ما ببقاش مهتم جدا بالارقام ديت، يمكن اهتمامي او تركيزي كله بيبقى في الملعب، لكن لما بتبقى في حاجه زي ديت، يمكن الاستاذ خالد امبارح بعد الماتش بيكلمني على الاحصائيه دي، فدي حاجه كبيره جدا ودي حاجه كويسه. انا كلاعب مصري بلعب في الدوري الانجليزي، يعني اقوى دوري في العالم، الحمد لله للموسم الثاني على التوالي، يمكن شاركت في كل المباريات بشكل اساسي بتاعه الفريق في الدوري كاساسي، فدي حاجة كبيرة جدا، والحمد لله يمكن المستوى ثابت، الحمد لله دايما عند حسن ظن الجمهور وعند حسن ظن المدرب، فدي حاجة كويسة جدا بالنسبة لي، وحاجة كويسة جدا ليا كلاعب مصري ان انا ادي بالشكل ده في الدوري، في اقوى دوري في العالم. اتمنى ان شاء الله ان الفترة اللي جاية احافظ على المستوى، واتمنى ان المباريات تزيد، واتمنى ان انا انهي الموسم دوت لاعب كل المباريات، يبقى ان شاء الله. خلي بالك يا احمد، عشان انت عندك 4 انذارات، فاضل لك انذار وتتوقف، فخلي بالك بقى من الحتة دي. لا لا، انا عايز بس اصحح لك المعلومه ديت، لانك انت سالتني فيها قبل كده. انا الانذارات هنا في الدوري الانجليزي، انت طبعا عندك حق ان بيبقى عندك 5 انذارات بتسويه في الماتش اللي بعديه، لكن انا خدت انذار قبل يناير، فالانذارات قبل يناير بتتشال. انا كده عندي 3 بس. طيب. احمد، هاخدك اكيد للمدير الفني لمنتخب مصر هيكتور كوبر، والحقيقه يعني انت اكيد متابع، عندك اخباره في اوروبا اكتر من هنا، شايفه مناسب للمنتخب مصر الفتره اللي جايه ويقدر يحقق انجازات ولا لا؟ حتى اللعيبه معايا في الفريق، يمكن اللعيبه كانوا متابعين طبعا الاخبار، يعني اكيد طبعا اسم كبير في اوروبا، فالناس بتتكلم ان هو مسك المنتخب مصر، فاكيد طبعا بيتكلموا عليه بشكل كويس جدا، حتى اللعيبه معايا في الفريق. يعني راجل درب عمالقه في كره القدم، يعني رونالدو، روبرت باجي، فاكيد طبعا عنده خبره كبيره، عنده خبره كبيره جدا. طب هيدرب احمد المحمدي كمان دلوقتي؟ لا، هو اكيد طبعا عنده خبره كبيره، ان هو ازاي بيتعامل مع النجوم، وانت دلوقتي عندك يعني عناصر
كويسه جدا في منتخب مصر، يمكن مع مصر خبره موجوده من جيل حسني واحمد فتحي وعماد متعب والجيل اللي طالع بتاع محمد صلاح والنني وبعد كده المنتخب الاولمبي، فعنده توليفه كبيره جدا وعنده توليفه كويسه جدا ان شاء الله، يعني يبقى عنده نسبه حظ ونسبه توفيق ان شاء الله ان احنا نصعد ان شاء الله بطوله افريقيا ان شاء الله ولكاس العالم ان شاء الله ان شاء الله. احمد سؤالي الاخير ليك، شايف في 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 عروض مقدمه ليك الفتره اللي جايه ولا مستمر مع هال سيتي؟ لا يمكن انا 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 والله يا كابتن اشرف يمكن انا مركز جدا مع هال الفتره ديت، لان انت عارف الجدول كل الفرق قريبه من بعض، فان شاء الله نفنش الموسم الاول ان شاء الله في الدوري في مكان كويس في الجدول، وبعد كده يمكن الناس بتتكلم معايا هنا في تجديد عقد، فان شاء الله بعد الموسم ما يخلص هقعد مع الناس واشوف العروض الموجوده واشوف العرض اللي متقدم لي من نادي هال، فان شاء الله بعد الموسم ما يخلص كل ده ماجله ان شاء الله. اكيد اكيد لو ستيف بروس مشي غالبا هياخدك معاه برضو يا احمد زي ما عمل قبل كده. اه انت عارف بقى. بشكرك كابتن احمد المحمدي وكل تمنياتنا بالتوفيق الفتره اللي جايه. بشكرك بشكرك. طيب خلينا ناخد على الجانب الاخر كابتن عماد دربالة، واحد من مدربين نادي ميلان للناشئين في السابق، واعتقد انه عنده خبرات كبيره في الدوري الايطالي، ونشوف رايه في هيكتور كوبر والمدير الفني لمنتخب مصر القادم. مساء الخير كابتن عماد. مساء الخير كابتن اشرف، تحياتي ليك ولاسره البرنامج وللنجم الكبير كابتن خالد طلعت حبيبي. ازيك يا خلود؟ كابتن عماد ازيك؟ الحمد لله رب العالمين. كابتن عماد هاخدك سريعا لهيكتور كوبر، ويمكن انت عايشت الامور في ايطاليا وسيرته الذاتيه هناك، وشايف الاداره الفنيه لمنتخب مصر الفتره اللي جايه. بص يا كابتن اشرف، طبعا قبل ما اتكلم انا ما اقصدش اي اساءه للافاضل المحترمين اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، انا كل الكلام اللي هقوله انتقاد للاختيار اللي هم عملوه من منطلق معرفتي بالراجل دوت وبالكره الاوروبيه يا كابتن اشرف. اتفضل. طبعا احنا اعضاء مجلس اتحاد كره القدم المصري ظهروا كتير جدا في التلفزيون الفتره اللي فاتت لما كان في منافسه بين رينارد ومش عارف كابتن حسن شحاته ومين ومين، وقالوا ان احنا في عندنا معايير مهمه جدا لاختيار المدير الفني للمنتخب المصري. وكان من اهم المعايير اللي قالوها الكلام ده على لسانهم مش انا اللي بقوله على فكره، قالوا اولا يكون درب منتخبات كبيره، ثانيا يكون فاز ببطولات قاريه. طب بدايه الراجل ده لا درب منتخبات كبيره ولا فاز ببطولات قاريه، يعني هو اصلا ما يدخلش في دايره الاختيار، يعني المفروض ان السي في بتاعه اساسا ما يتحطش على المكتب بتاع اتحاد كره القدم المصري. ده بدايه ده حسب المعايير اللي وضعها اتحاد الكوره وليس حسب السيره الذاتيه لكوبر. ده مش كلامي انا، هيكتور كوبر لا درب منتخبات كبيره، المنتخب الوحيد اللي دربه في تاريخه كان منتخب جورجيا ولفتره بسيطه جدا، البطولات اللي فاز بيها كلها في تاريخه مش عارف، فاز ببطوله مره السوبر الاسباني، فاز بكاس الارجنتين، ما فازش ببطولات، هو وصل لنهائيات انا معاك، وصل لنهائي تشامبيونز ليج مرتين مع فالنسيا، وصل مره اللي كان هياخد الدوري الايطالي، لكن الراجل ده يا جماعه هكلمك الاول بس بلاش اتكلم في فنيات لان الفنيات دي حاجه تخصهم هم، لكن انا هكلمك في ان احنا يعني سوري انا هقولها لك بالفلاحي، احنا بنعوص نفسنا يا جماعه. الراجل ده ايطاليا يا كابتن اشرف فيها اربع انواع عصابات، احنا في مصر نعرف المافيا بس، انا طبعا انا بقالي 17 سنه عايش هناك. ايطاليا فيها حاجه اسمها كامورا، في حاجه اسمها اندرانجيتا، وفي حاجه اسمها ساكرا كورونا، والمافيا اللي احنا عارفينها. كامورا دي في نابولي وهي اللي دايما بتبقى يعني اقول لك متورطه في المشاكل بتاعه الكاشوس كوميس والكاشوبي اللي هي الحاجات بتاعه المراهنات وبيع الماتشات والكلام ده كله غسيل الاموال. الراجل ده ثبت يا كابتن بما لا يدع مجال للشكوى، الاول قالوا ان هو متورط في غسيل اموال والانتر بول برأه، انا معاك اتبرأ فيها دي، حتى مجرد ان هو اسمه يجي في الموضوع في حد ذاته حاجه مش حلوه، ولكن اعتقد انها اتقفلت وخرج منها، يعني ما انا معاك بقول لك ده دي بسيطه، هو ماشي اتبرأ ولكن مجرد ان اسمه يجي فيها هي حاجه مش مظبوطه، ولكن ماشي هو اتبرأ، خلينا نقول ان هو اتبرأ من دي. لكن الكاشوس كوميسو وعلاقته بالكامورا اللي هي العصابه اكبر عصابه موجوده في نابولي، كل صحفيين ايطاليا وفي 1000 مقال ايطاليا، انا ممكن اجيب لك الحاجات دي واجيب لك الكلام ده بمستندات خلي بالك، ها كل ايطاليا قالت ان الراجل دوت متورط في علاقات مشبوهه مع الكامورا دي. الراجل ده يا جماعه باع اربع ماتشات في الدوري الايطالي مره، وفي الدوري الاسباني مره، وفي الدوري الارجنتيني مره، والكلام ده ثبت بادله وكلام لا يدع مجال الشك. الراجل ده يا جماعه تحول لحسابه 200,000 يورو من موتشي اللي كان اللي هو الديريكتور سبورتيفو بتاع يوفنتوس، الكلام ده كله كان ثابت بورق في ايطاليا. طب هل يا جماعه اتحاد الكره بتاعنا ما يعرفش كل الكلام ده؟ يعني احنا هنقف علينا نفسنا للدرجه دي من وسط كل الاسماء اللي كانت موجوده لما احنا كنا بنقول الكابتن حسن شحاته مترشح قدام رينارد وقدام الراجل الثاني الفرنساوي، والاخر بنقول لا الكابتن حسن السي في بتاعه قتل، انا ما اعرفش الكابتن حسن ولا عمري شفته على فكره ولا ليا اي علاقه باي حد من المرشحين وماليش مصلحه من الموضوع، انا غيران على بلدي، احنا اخترنا الراجل ده على اي اساس يا جماعه؟ اكيد بشكرك يعني كابتن عماد. انا معلش طب
بشكرك. شكرا. بشكرك يا تامر، بشكرك. يمكن ده راي اخر على الجانب الاخر استاذ خالد، وشايف طيب. رايك ايه؟ انا هسالك سؤال. طيب اتفضل. ايه رايك لو جبنا جوزيه مورينيو يدرب منتخب مصر؟ يعني اسم كبير جدا طبعا، واعتقد انه هيبقى حاجه مشرفه جدا لو منتخب مصر تولاه حد بقيمه واسم جوزيه مورينيو. مورينيو ما دربش في افريقيا وما دربش منتخبات. لا هو يمكن بيتكلم على معايير ومقاييس وضعها.